ابو خضار ولي هاي مجنانة حيوانات يا حرق ديكك على ديكو ولي انهيار ليليان نمري بسبب وفاة والدتها، وتبكي الجمهور شاهد أول ظهور لجورج قرداحي بعد تعيينه وزيراً. استذكرت الممثلة ليليان نمري والدتها الراحلة علياء نمري ووجهت رسالة مؤثرة لها. وفي التفاصيل كتبت ليليان على حسابها الرسمي على إنستغرام: جاي الشتي يمي وانت بعيد كتير، بس ريحتك باقية بزوايا القلب العتيق، وريحة البخور المعمشقة بسقف البيت، خجلة الموني من بعدك تتستف عالرفوف، وعجقتك بفرش السجاد صارت باردة مثل كانون. هلأ أنا ما عندي بطيخ، عندي بالبيت شمام. رح نعمل تشالنج على الشمام، نحط ثلاث طعمات يعني مايونيز عشان. وتابعت: يمي شو إلو طعم الدفى لولا غمرتك، والضحكة مكسورة من دون طلاتك، نطرتي على البلكون لترجع من التصوير، اشتقتلا قد الدني، كيف أركض لقيكي وكأنك صار لك سنة مسافرة، كلت الجعيدة بوجهك تعب سنين ومسلسلات عيبقى بالحنين، تخبر عن مجد ما بيموت، اشتاق جبيني دسي حرارته يمي، وصحن الشوربة تغيرت طعماته. وأضافت: يمي بعدك هون وصوتك هون، وأغلى سجاد الدنيا ممسحة تحت إجريكي، وشو باقي غير نلتقي من جديد ونفرش بيتنا الصغير ونزرع أرضنا الصغيرة الكل عمرك تحلمي فيها، بعدك أرضي ووطني وبوسة كتفك كل عيد. وختمت: الله يرحمك يا أمي ويرحم كل أم تركتنا ويطول بعمر الباقيين. من جهة ثانية، أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان جدلاً كبيراً بين الجمهور بعد قولها إنها ستفضح فنان كويتي يقوم بزواج المتعة، وهو زواج يجري بين طرفين دون شهود أو حضور عالم دين، يكون لمدة معينة وأجر معين يتفق عليه الطرفين. قبل ما نام خلنا نتحكي عن فضيحة جديدة حق السنجاب. السنجاب قبل يعني وأشارت إلى أنها ستتحدث عنه يوم غد على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت فاجأت مي العيدان الجمهور بكشفها عن قضية أخلاقية تعود لممثلة ومخرجة متزوجة من ابن ممثل قامت بخيانته في منزل الزوجية مقابل ساعة قيمة مستعملة على حد قولها، إذ نشرت فيديو على يوتيوب كشفت فيه عن ذلك من دون ذكر اسم هذه الممثلة. وجاني عرض وقتها في باريس على العمل في إذاعة مونتي كارلو. وعلى صعيد آخر، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للإعلامي جورج قرداحي لدى وصوله إلى لبنان بعد تعيينه وزيراً للإعلام في حكومة نجيب ميقاتي. وظهر قرداحي في الفيديو بين حشد كبير من أهالي كسروان الذين قاموا باستقباله برش الورد على أنغام أغنية طلت ملك للفنانة نجوى كرم.